عصر الوزراء في الدولة الفاطمية هو الإطار الزمني اللي بتدور فيه أحداث رواية عهد دميانة الصدر عن دار الرواق للدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، واللي هنتقابل معاه النهاردة علشان نتكلم عن المؤامرات والصراعات في بلاط الحكام، وكمان حكايات الناس من المذاهب والأعراق المختلفة، لكن كلهم بيجمعهم عهد دميانة. الدولة الفاطمية دولة حكمت مصر حوالي 200 سنة تقريبا، والدولة الفاطمية دولة زي ما احنا عارفين دولة شيعية، بدأت أول ما بدأت في المغرب وبعدين جت إلى مصر في نهاية الدولة الأخشيدية. مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى دي كانت مرحلة ازدهار اللي هي بنسميها عصر الخلفاء، ودي استمرت لحد منتصف عهد الخليفة المستنصر. من بعد الخليفة المستنصر وحدوث الشدة المستنصرية بدأ عصر جديد اسمه عصر الوزراء. العصر ده تميز بأن الوزير هو اللي كان تقريبا الحاكم الفعلي للبلاد، والخليفة كان دوره ديني، هو الإمام المعصوم، هو اللي بيحكم بحكم الدين، هو اللي بينزل في مناسبات، هو اللي بيخرج في أيام فتح الخليج، في أيام أول رمضان وفي الأعياد وفي عيد عاشوراء وغيره، يظهر على الرعية وهكذا، ولكن هو كان منصب روحي بالمقام الأول، أما الوزير فهو اللي كان بيحكم. طبعا ده فتح الباب لحدوث صراع الوزراء. يعتبر بداية من عصر الأفضل ابن بدر الجمالي، هو الفترة اللي هو ابن بدر الجمالي اللي هو كان بدأ عصر الوزراء، يعتبر فترة عصر الأفضل ابن بدر الجمالي بدء تغير كبير جدا في الوضع في مصر، وضع سياسيا، الوضع عرقيا، الوضع ثقافيا، الوضع من كل الاتجاهات يعني. ليه؟ لأن حصل في عصر الأفضل ابن بدر الجمالي بداية الحملات الصليبية على الشرق. في الفترة دي ابتدى يحصل نوع من أنواع صراع بين الهويات المختلفة غير الصراع بين الوزراء على الحكم. في الفترة دي كان في الصراع بين الشرق والغرب، بين الفرنجة وبين الغرب وبين الشرق، اللي هو ممثل في الدولة السنية بتاعت السلاجقة والدولة الفاطمية اللي كانت بتقاوم الغزو الفرنجي في الفترة دي. كان في هناك الصراع المذهبي على أشده ما بين السنة والشيعة، لأن في الفترة دي دولة نور الدين محمود زنكي كانت ابتدت تعلو في مقابل الدولة الفاطمية، بالإضافة إلى دولة الخلافة العباسية الموجودة، فكان في صراع مذهبي كبير بين السنة وما بين الشيعة. أيضا في الفترة دي كان موجود في صراع عرقي، ونقدر نقول إن حصل تغير في التركيبة السكانية المصرية في هذا العصر تحديدا، لأن ابتدى يفد إلى المصريين أو إلى مصر أعراق مختلفة كثيرة جدا، بتتمثل مثلا في المغاربة اللي هم قبائل كتامة وزويلة وكرافة وغيرهم اللي جمع الفاطميين، المشارقة اللي هي القبائل العربية اللي هاجرت من اليمن والجزيرة العربية ومن العراق ومن الأردن وجت إلى مصر، وفي طبعا قبائل مشهورة جدا زي هوارة وبني هلال وغيره، دول هاجروا في فترة الدولة الفاطمية. أيضا هنلاقي فيه هناك كان جنسيات دخيلة على المجتمع المصري، لهم من المشارقة ولا المغاربة زي الترك وزي الغز وزي الجند السودانية، فكان في تنوع عرقي غير عادي موجود في مصر في هذه الحقبة. هذا التنوع وهذا الصراع يصبح السؤال فيه على الانتماء والهوية سؤال مثير، كيف يحدد الإنسان انتماءه، كيف يحدد أولوياته في ظل هذا الصراع المذهبي القومي والعرقي. أيضا هو طبعا كما يقولون أن التاريخ يكتبه المنتصرون ويملى على المنهزمين، يعني هو دايما اللي بينتصر هو اللي بيشكل التاريخ على مزاجه. طبعا سقوط الدولة الفاطمية أتاح للمؤرخين السنة أن يقوموا بكتابات كثيرة جدا عن الدولة الفاطمية، كثير منها كان يفتقد إلى الدقة، ولكن هذا لا يمنع وجود بعض المؤرخين القدامى الذين تميزوا بالموضوع رغم أنهم كانوا سني المذهب. على سبيل المثال مثلا في كتاب اتعاظ الحنفاء في الأئمة الخلفاء للإمام المقريزي أو للمؤرخ الكبير المقريزي، يعني المقريزي كتب هذا الكتاب وتناول الدولة الفاطمية بحيادية كبيرة جدا رغم أنه كان سني المذهب. في بعض المؤرخين الذين عاصروا هذه الفترة أو عاصروا المرحلة الانتقالية ما بين الدولة الفاطمية وما بين الدولة الأيوبية، ومع ذلك كتبوا بنوع من الحيادية، منهم ابن طوير في نزهة المقلاطين في أخبار الدولة لابن طوير. دول من المؤرخين اللي نقدر نقول كان في نوع من أنواع الحيادية في تناولهم للأئمة الخلفاء. طبعا الفضل أيضا يعود إلى كثير من المحققين الحديثين أو المحدثين، يعني اللي هم كانوا تناولوا تاريخ الدولة الفاطمية بشيء من التدقيق وبقراءة كتب مختلفة، منها ما هو شيعي، منها ما هو سني، منها ما هو كتب كتبها مستشرقين. وأخص بالذكر هنا طبعا الجهد الكبير الذي بذله الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد، وهو كان رئيس دار الوثائق
أستاذ التاريخ في جامعة القاهرة، وهو من المتخصصين في الدولة الفاطمية، وكتب كتب جميلة جدا من ضمنها مثلا الدولة الفاطمية تفسير جديد، كتب تحقيق للتعاظ الحنفاء، كتب تحقيق لنزهة المقلطين لابن طوير، وعمل حقق هذا الكتاب وكتبه وأعاد يعني وطبعه تبع دار الوثائق. ففي الحقيقة في مصادر كثيرة جدا تتميز بالحيادية يقدر يلجأ إليها الكاتب، ودي نقطة مهمة قوي كده أستاذة سهى، إن الكاتب سواء أنا بكتب رواية أو أنا بكتب كتاب تاريخ أو المؤرخ بوجه خاص بوجه عام، يعني يلزم المؤرخ يكون له أكثر من بعد في قراءة الأحداث. لا يمكن قراءة الأحداث من نظرة أحادية، لازم يكون فيه أكثر من بعد. تناول الشخصيات القبطية أو المسيحية لأنهم كانوا الأقدم زمناً، يعني هم اللي كانوا موجودين في هذه البلد من فترة أكبر، وأحياناً الأقدم زمناً بيشعر أنه الأصل أو أنه أصل الهوية، وقد ينتفي الهوية عن الأحدث أو اللي هو اللي جاي. فهنا تم طرح الوجهة النظر القبطية، إن في عندنا أسرة قبطية كانت عايشة في هذه الفترة، ليست أسرة، مجموعة من الشخصيات القبطية كانت عايشة في هذه الفترة، وهم من السكان الأصليين اللي موجودين في هذه الأرض، ولكن كل واحد منهم كان له رافد مختلف. فالشخصيات هناك الغالبية العظمى من الشخصيات كانت شخصية قبطية، لأننا نتحدث عن الأقدم زمنا وهم الأقباط في هذه الفترة، وهناك شخصيات أخرى مسلمة، ولكن الحوار أو السؤال الأساسي الذي تتناوله كل شخصية، ما هو انتماء هذه الشخصية؟ إلى ماذا تنتمي؟ هذا ما وصل إليه القارئ يعني في نهاية الرواية. أنا لم أملي مباشرة على القارئ هذه المعلومة، ولكن هو ما وصل إليه في النهاية من خلال رحلة البطل يوسف الذي يعاني من اضطراب في الهوية. هو لا يعرف تحديداً إلى ماذا ينتمي، هو يتمنى أن يرى أثر أقدامه على الأرض، هو يرى تشتت في مذهبه، فأمه كانت قبطية أرثوذكسية وأبوه كان ملكاني المذهب أو كاثوليكي، كان بيعمل تحت إمرة خليفة شيعي، ولكن الوالي بتاعه كان سني، غصب عنه تورط في هذا الصراع المذهبي اللي كان موجود طول الفترة. هو حتى الحب الوحيد اللي هو كان موجود في حياته كان يخشى من أن يترجم هذا الحب إلى زواج وأولاد، لأنه لا يأمن على أولاده أن يعيشوا في مجتمع آمن، ودائما يردد أنه يرى نفسه أو لا يريد أن يأتي بأولاد كعشبة النهر تتعلق بأهداب ويجرفها الطيار في أي لحظة. فكان شخص يعاني من اضطراب في الهوية. هذا الشخص استطاع على مدار رحلته اللي موجودة في الرواية أن يصل إلى انطباع أن ما يجمع البشر جميعا أعمق وأكبر من الاختلاف الديني أو المذهبي أو الاختلاف حتى حول الأوطان أو الاختلاف حول كل الصراعات التي يحاول البشر أن يشعلها بانتماءاتهم المختلفة. فقال في عهده لدميانة في آخر رواية: بحثت عن جوهري فأدركت أن جوهر الإنسان لا يحده جسد ولا أرض ولا بيت ولا أهل ولا وطن ولا دين ولا مذهب، فحدوده الكون ومنتهاه إلى خالق أبدعه وأنشأه. ده اللي هو الغاية القصوى أو الغاية العليا التي يجب أن تجمعنا جميعا. حتى الدين له مغزى وله هدف في النهاية. طبعا المصريين لم يكونوا بعيدين عن الأحداث وبعيدين عن الصراع، وكانوا كعادتهم دائما يعني المصريين بيترجموا هذا بصورة أو بأخرى بفنون مختلفة، إما بالنكتة الساخرة أو بالأغاني الساخرة أو بالأغاني الشعبية اللي بتطلع. يعني مثلا في فترة حكم بهاء الدين كراكوش ظهر كتاب اسمه الفشوش في حكم كراكوش، لعبة خيال، وده كتاب ساخر كوميدي بيسخر من حكم كراكوش اللي هو كان شديد أو ديكتاتوري. أيضا هنلاقي في لعبة خيال الظل اللي أشرنا إليها في أكتر من مشهد. خيال الظل دي لعبة نشأت للسخرية، اللي زي الأراجوز، يعني خيال الظل أو الأراجوز من اللعبات التي ظهرت في العصر الفاطمي وتحديدا بعد عصر الحاكم بأمر الله، وكان فيها نوع من أنواع السخرية من الحكام أو السخرية من الأحداث أو الحاجات السياسية عن طريق لعبة خيال الظل اللي موجودة. الأغاني الشعبية اللي موجودة في الرواية، يعني أنا ذكرت بعض المقاهي أو الحانات اللي كانت موجودة التي تتداول فيها، والأغاني التي كانت تغنى على الربابة منذ هذا العصر. والأغاني هنا كتبتها باللغة العامية المصرية، لأن في هذه الفترة بدأت بالفعل اللغة العامية المصرية. هناك كتاب جميل جدا اسمه اللغة الفاطمية أو اللهجة الفاطمية المصرية، لأن اللهجة المصرية الحالية اللي احنا بنتكلمها دلوقتي بدأت أساسها
الأسس بتاعتها وتشكيلها بدأ في العصر الفاطمي، وكان المصريين أخذوا في الفترة دي اللغة العربية ومصروها ببعض الكلمات القبطية القديمة أو ببعض الكلمات المصرية القديمة، ووصلت لنا اللغة العامية اللي احنا بنستخدمها حاليا. بداية ظهور وتبلور هذه اللهجة العامية بهذه الصورة ظهر في فترة العصر الفاطمي، لأن حصل تحول كبير جدا في الثقافة المصرية من القبطية اللاتينية إلى العربية المصرية في هذه الحقبة، لما فتحت الدولة الفاطمية الأبواب للمصريين إنهم يشتغلوا في الدواوين، فابتدوا يتعلموا العربية بكثرة عشان عايزين يشتغلوا في الحكومة، وتعلم العربية ابتدوا يمصروا هذه اللغة العربية بلهجتهم الخاصة. حتى أن كتاب مثلا تاريخ البطاريقة اللي كتبه الأنبا ساويرس بن المقفع، الكتاب ده كتبه بلغة عربية ركيكة أشبه باللهجة العامية اللي موجودة دلوقتي، هو كتاب كبير من 9 أجزاء كتبه الأنبا ساويرس بن المقفع بلهجة أشبه باللهجة المصرية الحالية.